مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. حديثنا اليوم علامة خفية تظهر أثناء العلاقة الزوجية تكشف إصابتك بتكيس المبايض. بما أن تكيس المبايض واحد من أكثر الأمراض شيوعا ما بين النساء في مختلف الأعمار، ينتج عنه الكثير من الأعراض المزعجة بجانب تأثيره على انتظام الدورة الشهرية. أعراضه يمكن أن تكون خفية أو مشابهة لبعض الحالات، وقد تتمكن من اكتشافها أثناء ممارسة الجماع. يعتبر آلام تكيسات المبايض أثناء الجماع من الآلام المزعجة، ويطلق عليها طبياً عسر الجماع، أي أنه يؤثر على الاستمتاع بالعلاقة الزوجية بالنسبة للمرأة. وفي حال استمر ألم العلاقة الزوجية لأكثر من أسبوع واحد، فمن الضروري استشارة الطبيب المختص لفحص المبايض. أثبتت الدراسات بأن هناك أكثر من 60% من النساء اللواتي يعانين من تكيس المبايض يعانين من ألم أثناء العلاقة الزوجية ومن ثم النفور منها، كما أكدت الدراسة على قلة الرغبة والإثارة. والأعراض الأخرى التي قد تواجهك هي نزيف مهبلي غير عادي، يعني هذا ما بين الدورات الشهرية، كذلك أثناء أو بعد ممارسة الجماع أو حتى في أي وقت، كذلك إفرازات مهبلية وألم في المنطقة الواقعة بين عظام الفخذ والتي تسمى الحوض. يمكن التخفيف من ألم تكيس المبايض للمتزوجات أثناء العلاقة الزوجية والمساعدة على ضبط الهرمونات وإرجاع عملها بصورة طبيعية مرة أخرى عن طريق التحكم في مستويات الأنسولين في الدم وضبط الوزن والانتظام على تناول المكملات الغذائية التي تساعد الجسم على تنظيم الهرمونات والخلل الحادث فيها.